أما محطتنا الأخيرة ميسان حتكون مع حالة من التفاعل والتطوع والمحبة والعطاء وشهادة حية على العمل الإنساني بمختلف الميادين والمجالات. فريق مجد 2020 عم يتواجد ليأكد أنه الخير حالة متأصلة بنفس كل سوري مؤمن بسوريتنا الحبيبة. أكيد لنحكي أكثر عن النشاطات وخاصة بشهر رمضان والتشبيك مع غير جمعيات. أيضا رح نحكي أكيد مع مسؤولة فريق مجد التطوعي غالية الطباع. أهلا وسهلا فيكي ورمضان كريم. رمضان كريم. وألين منيني المسؤولة عن المطبخ النباتي ضمن الفريق. يسعد لي صباحك. كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم. رمضان كريم. رمضان كريم يا رب هيك بالصحه والسلامه. غاليه رح نبلش معك، يعني اللي بيتابع صفحتك على الفيسبوك بشوف هيك كميه النشاط والحيويه والتفاعل الكبير خلال شهر رمضان الكريم. يمكن عم ترافقوا العديد من الفرق ايضا التطوعيه عم تتحدوا معها لتعملوا شيء كثير ايجابي خلال هذا الشهر، خبرينا عن هيك مشاريعكم. هلا مثل ما حكيتوا مثل ما بتقول زينه على التشبيك، انه نحن بفريق مجد عندنا اصدقاء، هذول العالم اجوا زرعوا معنا ونحن حابين نروح نطبخ معهم هالمره، فحاولنا نرد الجميل لكل الناس يلي والجمعيات اللي نحن عن جد بنفتخر بوجودها بسوريا، انه مثل ما عم تقولي الخير عم يعني عم يدوروا مثل خليه نحل كلياته. كله عم يشتغل، كله عم يساوي شيء، فقلنا لحالنا لا بدنا ندق لهم كلياتهم انه نحن تحت تصرفكم هذا الشهر، فبلشنا من اول رمضان انه عم نطبخ مع مؤسسه جيلنا الخيريه، وعم نعمل نحن بصفحتنا اكل نباتي مثل ما قلتي، وعم نوزع خبز نحن من قبل دائما على الافران، وبتمنى عن جد كل العالم اللي عم يشوفونا يعملوها، لانه كثير شعور حلو انه كل الكباريه الموجودين على الفرن عم يستنوا على الدور الطويل او كذا التعبانين، فنحن بنروح لعنده انه كم ربطه حضرتك بدك، ممكن تاخذهم وما توقف اليوم على الدور، فبتشكرونا بيروحوا يعني فيها بيروحوا فيها بيروحوا هي نوع من الزكاة اساسا بهالشهر الفضيل غالية يعني. تمام. وهذا الشهر بالذات انه نحس ببعضنا وانه نكون واقفين مع بعضنا، فيعني حتى بكره حنروح مع سوريا بتجمعنا، رح نكون معهم عم نساعدهم، في عندهم مبادرة دوائي وعندهم توزيع سلل من مقرهم، فحنساعدهم ترتيب، بنساعد باقي الفرق مثلا حتى لو تنظيف طبخ تقشير بضاعة جو ما كانوا نحن موجودين معكم، وحنروح كمان مع كنا وسنبقى فريق عمرها، كل العالم طبعا اللي زرعوا معنا حنروح نكون معهم هذا الشهر. ده حلو الواحد عن جد يكون هيك مع الجمعيات الثانيه ايد وحده، مثل ما بنقول دائما ايد وحده ما بتزفق. تمام. فقد ايه حلو هي روح التشاركيه، خاصه انه بس يكون في اي نشاط هيك محلي وتطوعي بتلاقي الكل هب ليساعد لحتى ينجح هذا المشروع بالمقابل بشكل عكسي. بدي ارجع لعندك لين، المطبخ النباتي شو هو اول شيء؟ شو نباتي؟ اول شيء نحن فكرتنا كانت انه نعمل وصفات بدون لحمه، يعني انت طبيخه معنا. انا ماشي حالي بالنباتي شاطر. اول شيء انه نشجع العالم انه النباتي كثير 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 صحي. وثاني شيء اقتصادي، يعني كمان بظل هالظروف الصعبه وهالغلاء الكثير كبير، كلنا بنعرف قد ايه صارت اللحمه غاليه وهيك، فقلنا انه خلينا انه نوعي العالم ونشجعهم ونعطيهم افكار. فقلنا كل يوم بننزل وصفه، عم نتعامل نحن مع اخصائيه تغذيه، كل يوم على صفحتنا بننزل وصفه، وعلى فكره يعني الخضره كثير كثير مفيده اكثر، وفيها يعني شغلات بتعوض عن اللحمه والدجاج وهيك شغلات. يعني هن في بشكل عام اشخاص يعني هن فيجيتيريان ما بياكلوا ابدا لحمه. تمام. وبيقدروا يكملوا حياتهم بهذا بهذا النمط يعني. ولكن يمكن هي التنوع الغذائي هو الافضل يعني. طيب هي شو بدنا نقول الوصفات يلي عم تنزلوها، عم يصير في تفاعل من الاشخاص عليا؟ شو عم يقولوا لكم؟ شو عم يبعثوا لكم؟ ايه والله عم يصير تفاعل يعني. هلا انت مطبخ نبات غير مطبخ غالية اللي على غير مطبخ غالية هداك. هلا بحذري شو لاقول لك شغله، نحن اول ما خطرت لنا الفكره كان بابا عنده مطعم، فكانوا واقفين عند اللحام عم يجيبوه، فوحده مره اجت لعنده قالت له انا معي 50 ليره، انه تخيلي بهذا الوقت، قالت له معي 50 ليره وانا مشتهيه اللحمه، انه فيك بمعلقه صغيره لو دهنه لو كذا، بس بدي انه نقطه حطها،
فهون قال لي بابا حسيت انه في كارثه، يعني انه الواحد مو انه كارثه، يعني اكيد العالم عم يديروا بالهم على بعض، بس حتى الجمعيات لما عم يعملوا سلة غذائيه ما عادت رخيصه مثل قبل وكذا، فانه مو دائما. طب هذا رمضان مثلا انت لازم تحس بالفقير، هو مو شهر الاكل، هو شهر اللي ما له علاقه بالاكل على اساس، فانت لازم اذا بدك تحس بشعوره جرب، اذا انت غني عن جد شهر واحد اعمل ديتوكس شيء صحي، وكل كل الشهر اكل نباتي، والوجبه اللي حتعملها بهالاسبوع وجبتين لحمه تبرع فيهم لحدا ما له ضايق اللحمه من زمان. ممكن الشعور بالاخرين خلال شهر رمضان المبارك، يعني هو فعلا ما انه شهر انه نحن نعمل طبخات زينه كبيره كبيره ونعمل اكثر من وجبه، يعني هي الشغله. بس الحمد لله فينا نقول انه جزء كبير من المجتمع صار عنده هذا الوعي، واختلفت عنده العادات ايضا عن العادات السابقه يلي كان فيها هدر كثير كبير للاكل، يعني هلا ما عاد شفنا فعلا هذا الهدر، يعني من حالنا ومن محيطنا، يعني فينا نقول هو الحمد لله شيء ايجابي. حتى في جمعيات، يعني حتى هلا بحما في جمعيه كثير حلوه هنا اصدقائنا نباتيين، والنباتيين بيئه وما بيئه، فكمان عم يعملوا هلا مثل هيك، عم يتفقوا مع المطاعم انه مثلا اي شيء انتم ممكن يكون عندكم ما تنفق بنفس اليوم، هذا هي اللحمه مثلا ما اخذتوها اوتيلات كذا مدري شو، اعطونا اياهم ونحن بنرجع انه ثاني يوم بنعطيهم للعالم محتاجين، في محلات بدهم يخلصوا كل يوم مثلا بضاعتهم، فهو هدول عم يتفقوا معهم هيك. نعم، خلونا نحكي شوي يعني غالية ولين، انه دائما بمجد فريق مجد بتلاقي كثير من السعاده لما بدكم تشاركوا باي نشاط كان لكم او لكان لغيركم، كثير في سعاده، كثير في طاقه ايجابيه، كثير في هي يعني حتى العالم بتصير تتابعكم من خلال هي الطاقه الايجابيه اللي انتم عم تنشروها، طاقه العطاء السعاده، بالرغم من الظروف الصعبه اللي عم نعيشها اليوم عم ترجعوا تكثفوا او تعطوا معنى ثاني للعطاء بشكل ثاني او بشكل اخر، فاحكوا لنا عن ردود الافعال للناس اللي عم تقابلوها انتم كفريق مجد من خلال حتى تعاونكم مع الجمعيات الثانيه، الافكار اللي عم تطلع على المشتركه، بجوز ممكن تعملوا شيء مشترك مثلا. تمام، هلا الجمعيات الثانيه كلها اكثريتهم رفقاتنا، نحن احيانا بيجوا اول ما بنروح معهم مره بتلاقي بيجي متطوعين من عندهم، فينا نكون كمان معكم مع مجد 2020، فيعني نحن بنعتبرهم عائلتنا الكبيره اللي عندهم هدف نفس هدفنا، واي حدا منهم مثل ما هدفنا بكل سوريا، وايمتى ما ازمه او حدا تضايق او كذا انه نحن موجودين بنشيلك، عرفتي؟ فنحن اكثر شيء هيك معتمدين عليه، بس هي الطاقه الايجابيه انا صرت مآمنه 100% انه بتفكري ايجابي بتشوفي ايجابي بيجيكي ايجابي، وبتجذبي حواليكي دائره صغيره يمكن ثلاثه مآمنين مثلك، بعدين بصيروا 10، بعدين بصير كثير كتار، عرفتي؟ فانت اللي بتركزي الزاويه تشوفيها بالحياه رح تكبر ورح تصير هي الواقع بالحياه. صحيح. اخر شيء يعني هن اللي معنا بالمجموعه عن جد كلهم لانه بيشتغلوا من قلبهم، ما حدا جاي غصب عنه، ما يعني عن جد فعم يعطوا، بتحسي انه عم يعطوا كل شيء، فهذا الشيء كله بيرجع يعني بالاخير. عن جد بوجه لهم تحيه لفريقنا، عن جد ما بتصدقوا شو مناح، وحتى هلا برمضان انضموا لنا هيك شيء 7-8 جداد بيطيروا العقل. يلا على التشجير قولي لهم، قولي لهم يلا على التشجير، على التشجير، فنحن لبين ما يجي موسم التشجير بنشجر بغير طريقه. يعني بتزرعوا بكل النواحي الايجابيه والطاقه غاليه، قلتي لنا انكم عم تشاركوا ايضا الفرق بالمطبخ، هي الحاله، هي حاله انك انت يمكن عم تعملي شيء لتعطيه لحدا، قديش بدك تعكسي سعاده عند هذا الشخص، قديش في ايجابيه لكم؟ خبرينا اول شيء عن مشاركتكم لهم. انك تحسي انك انت مالك قاعدة ما عم تعملي شيء، يعني تحسي انه انا اوكي مالي قاعدة بالبيت وحاسة انه بلدي متضايقة بأي شيء، انه انا عم بعمل أي شغلة صغيرة هي شغلة عم بتفيد. لما تكوني عم تطبخي نحن وعم مثلا عم تقشري البطاطا او عم تقطعي البطاطا، ولا قاعدة مثلا عم تعملي الرز بفول واكلة هم عن جد كيف طعمتها بدها تطلع، حيحبوها ما حيحبوها، لما تشوفي ألف ايد ومن قلبهم شباب وبنات وهيك العجقة أكثر من الطلب، يعني عرفتي العالم يعني الموجودين قاعدين عم يرتاحوا أكثر من العالم يلي عم يشتغلوا، من قد شو في شباب واعي صار بسوريا الحمد لله، يعني بتطمني على مستقبل سوريا بسبب هذا الشيء، انه الحمد لله في اكيد شيء حلو جاي لقدام علينا. اكيد مثل ما قلتي غاليه، يمكن السوريين مو غريب عليهم يوقفوا مع بعض بالازمات، يعني بضل الاصل غلاب مثل ما بيقولوا. لينا من خلال هيك تجربتك مع مجد، فريق مجد، احكي لنا عن التجربه، شو تعلمتي هيك كتجربه شخصيه، كيف فتي على الفريق، ليش فتي؟ اول شيء هي احلى شيء فيها انه يعني ما
تقيم الأنانية، كيف بيقولوا الواحد ما بيقعد بيفكر بحاله، هو الواحد لا هو عن جد الواحد دون ما يحس دائما بيفكر بحاله أول شيء، بده يعمل أي شغلة لحاله وهيك. هذا يعني هذا التطوع إنه ما بتقعدي بتفكري خلص بحالك، بدك تعملي شيء لغيرك، بدك تعملي شيء لبلدك لتساعدي العالم، وهذا أحلى شيء عن جد، بتعطيكي كتير طاقة حلوة وبيمر الوقت بسرعة، بتحسي انه يعني وبتلاقي حالك عملتي شيء يعني كثير كثير حلو. رضا نفسي. ما بنسى اول مره طلعنا وقت التسجيل، اول مره كانت فظيعه يعني الطاقه. طيب غاليه، بشهر هلا هذا الشهر يمكن انتوا عم تعملوا انشطه مختلفه عن نشاطكم دائما اللي هو زرع الاشجار، امتى موسم التسجيل رح يجي وشو محضرين للموسم؟ لشهر 10 11. هلا عم نحاول بما انه نحن بسوريا عندنا مشكله، هي مشكله الري، هي اللي كان دائما توقف بوشنا، انه مثلا نحن بدنا نزرع مليون بس نحن ما فينا نهتم غير ب 20,000 مثلا. طبعا. عرفتي، فانه لحتى نعطيها الرعايه وتكبر وما يكون في امل، فعم نحاول نشوف شغلات مثلا من برات البلد، مثل هيك في مثل تحويض عن طريق شي كرتون، عرفتي، فهذا اكيد بيخليهم يعيشوا اكثريه الشجرات. عم نحاول نقدم مشاريع لمنظمات انه بدنا نشتري صهاريج مي، انه قدموا لنا هون مثلا يو ان او كذا، انه الصهاريج غالي 350 مليون ليره، فنحن عندنا نقص بالصهاريج لحتى نسقيهم، فعم نحاول نراسل منظمات وهيك انه يساعدونا فيها. يعني هدول مبدئيا عم نستنى يصير شهر 10 11 لحتى يعني اكثر ونقدر نعمل عن جد نزرع اكثر. هلا وصلنا ل 40,000، يعني نحن لسه حلو رقم ايجابي جيد، يعني الحمد لله عليه. طبعا يعني احسن اكيد خلال سنه تقريبا، ما خلال سنه وظروف صعبه يعني كان في ازمه. تماما. غاليه، خلينا نحكي عن التشبيك مع الوزارات الحكوميه، ما في مساعدات، ما في وزاره الزراعه الشؤون بجننوا بصراحه. واول شيء وزيره الشؤون انا عن جد بوجه لها تحيه، لانه انا كثير بحب الوزراء يلي بينزلوا على الارض وعن جد بيكونوا صله بين الحكومه وبين الشعب. طيب. يعني زي شوفه بعينك مثلا، اي مثلا قد ايه حلو لو وزير مثلا واقف على دور البنزين وانه عم يشوف عن جد شو الشعور انت واقف عليه، او مثلا انه وزاره الشؤون حكيت لك وزير وزاره الزراعه كثير حبابين، التعاون معنا عن جد بجنن من كل قلبهم، بكل شيء عندهم عم يحاولوا يساعدونا، وخاصه عمال الحراج. يعني انا بحب كثير عمال الحراج يلي انه مالهم كثير كتار، ما فيها المعدات كثير القويه. صحيح. بس تلاقي من قلبهم عم يعلمونا لا هيك ساوي هيك كذا ما ادري شو، فبحس انه يعني في بهالبلد خير بده يصير وراح يصير يا رب. اكيد متأكدة ومتفائلة كثير كثير لقدام. اصلا هلا بصراحة حديث بنات، يعني هلا طاقة الكرة الأرضية وطاقة هي المنطقة بالشرق الأوسط عم تقلب من ذكورية لأنوثية، إذا بتعرفوا بالطاقة. فلا معناتها هي الذكورية اللي كانت حروب وكذا وما أدري شو، هلا حتصير سلام وأخضر وكذا. هلا طاقة برج الدلو وما دلو بالعكس، الحقيقة لا هي السلام، طاقة سلام وأمان. إيه جاية هلا تمام، حتى الزلازل وكذا هلا غالبا هو حيصير شيء. بيقولوا إنه إذا هيك بده تصير طاقة نكد وطاقة يخلونا ننكد بطريقتنا احسن من طريقته لهديك، فورا تدمير الصبيان. غاليه كثير يعني بدنا نشكرك، بنتمنى لكم كل التوفيق يا رب. عن جد ان شاء الله هيك بتضلكم بتعطوا هالامل والطاقه لكل الاشخاص المحيطين فيكم، ودعوه دائما بنعيدها لكل اللي عم يسمعونا، قد ما فيكم اعملوا خير، قد ما فيكم شاركوا كل هالشباب والصبايا الموجودين على الارض، دائما في شيء تعملوه يمكن نقدم خير للاخرين والمحيطين فينا. شكرا كثير لكم. كل عام وانتم بخير، والاخباريه وكلياتكم بحبكم قد الدنيا، وهي القناه بالذات الاخباريه هي اقرب وحده علينا نحن الناس، فبتشكركم انكم قريبين دائما. ونحن منكم وانتم منا اكيد يا غاليه، وكثير قلبنا بيكبر لما تكونوا معنا، وخاصه انه انتم شباب يعني غير مستفيدين، غير انه حابين تعطوا هالبلد وتكونوا اشخاص فاعلين بهذا، مستفيدين روحانيا بصراحه. أكيد يعني مستفيدين روحانيا، مثل ما قلنا دائما الطاقه الايجابيه بتلف وترجع لنفس الشخص مثل ما انت بتقولي. كمان انا بدي اتشكركم، اتمنى لكم يوم كثير حلو كمان، وهيك في كثير من الانجازات، وشكرا لوجودكم معنا. يلا تعالوا اطبخوا معنا وسووا شغلات خلص نتعلم كمان. كثير تستعلمين.